ايه هو اللي اوت او البنده او الخرطوشه؟ دول كلهم بيبقوا عباره عن فريم بحطه عشان اطبع عليه ويكون واضح كل الديتيلز الخاصه بالبلان دي قبل ما اقدمها للاستشاري، زي اسم البلان ورقم الدور والمالك والاستشاري واسم المشروع والسكيل اللي استخدمته والتاريخ ورقم الريفيجن. كل الحاجات دي لازم اوضحها فين؟ في البندا او اللي اوت عشان اديها للاستشاري فيكون عارف كل الديتيلز الخاصه بالبلان اللي في ايديه. تمام. طيب انا دلوقتي هعمل مثلا لبلانت الاناره دي. تمام. فانا دلوقتي لما بفتح البلان بيكون في حاجه عندي اسمها هنا موديل، وحاجه جنبها كده هي جايه بالشكل ده، ده اللي هي المفروض اللي اوت. لو موجود مكتوب هنا متغير اسمها، بس انا لو عملت الضغطه كده هيجيب لي لي اوت، واعمل كليك يمين اعمل لها رينيم مثلا، اسميها لايتنج مثلا. فدي بالنسبه لي اللي اوت، ودي بالنسبه لي الموديل. الموديل ده زي ما احنا اشتغلنا دايما، انا حطيت عليه كل الحاجات بتاعتي، صح؟ حطيت عليه كل الشغل بتاعي، وحطيت وعدلت عليه الشغل وظبطت عليه كل حاجه انا بظبطها. اما اللي اوت ده بيبقى عباره عن سيكشن او جزء من سيكشن او جزء من البلان بتاعتي اللي انا بحتاج ان هي تطبع بس. تمام. وما ينفعش على فكره اعدل فيها، لان انا مثلا لو عدلت فيها، خليني مثلا ارسم لكم اي خط كده. شايفين الخط اللي انا عدلته ده؟ لما ادخل الموديل مش هلاقي موجود، فاي تعديل على اللي اوت ما بيظهرش معايا في الموديل، بس اي تعديل في الموديل لا بيظهر في اللي اوت عادي. تمام كده. فانا دلوقتي اول ما بدخل كده في اللي اوت بلاقي حاجات ظاهره لي ما تلزمنيش في حاجه، بحددها واعمل لها ديليت، وبعدين اقف على عليها من تحت من هنا واعمل للبيج سيت اب. انا عندي في المقاسات بتاعه الورق عندي مقاس اسمه اي نود واي 1 واي 2 واي 4 واي 3 واي 4. انا هشتغل في الطباعه بتاعتي على اكبر مقاس اللي هو الاي نود. تمام. فانا هاخد اللي اوت اللي انا حددت اسمه ده واعمل له موديفاي، وقلت وما عنديش طبعه دلوقتي، فانا هحول الرسمه بتاعتي البي دي اف، وهستخدم الاي نود اللي انا قلت عليه ان انا هستخدمه اهو، وهطبع اللي اوت والسكيل بتاعي 1 إلى 1، واوكي وكلوز. حلو كده. فانا دلوقتي جهزت الرسمه بتاعتي، ناقص دلوقتي ان انا اجيب البنده دي عشان احطها او الخرطوشه دي. انا دلوقتي عشان اجيبها لازم اعرف حاجه مهمه، انا عندي خرطوشه بالملي وعندي خرطوشه بالمتر. تمام. اجيب دلوقتي انهي واحده فيهم؟ هدخل الرسمه بتاعتي واقيس اي باب او اي شباك واشوف المقاس بتاعها قد ايه. طلع لي 1500، يعني ده اكيد ملي، فانا هروح اجيب اللي هي بالملي. افتحها كده اللي هي بالملي، الاقي فيها المقاسات اللي كنت لسه بقول عليها دلوقتي، هختار منها الاي نود واخدها كنترول سي، واروح للبلان بتاعتي اقوم عاملاها كنترول في من هنا مثلا تحت كده. اوكي تمام، اتحطت معايا في اللي اوت عندي. تمام. طيب انا عايزه اظهر بعد كده الجزء اللي انا عايزاه يتطبع، فهعمل ايه؟ هعمل ام في اللي هي ميك فيو، واحدد انا عايزه اطبع فين بالظبط. فانا هحدد مثلا الجزء ده عشان اطبع فيه الرسمه نفسها، وهسيب الجزء ده احط فيه مثلا الليجند الديتيلات كده. طيب عشان بقى اقرب الكلام اللي جوه ده اعمل ايه؟ ادخل فيها كده في البورت كده جوه، واعمل دبل كليك، واعمل زوم ان وزوم اوت عادي، هيظبط لي اللي انا عايزاه. حلو كده. طيب انا دلوقتي يا جماعه في حاجه مهمه عايزه اعملها، انا عايزه الشغل بتاعي يكون تو سكيل. يعني ايه تو سكيل؟ يعني انا مثلا لما اقيس باب او جدار على اللوحه ابقى عارفه هو كام في الطبيعه. يعني ايه برضو؟ يعني انا مثلا لو قلت هشتغل سكيل 1 لـ100، يعني كل سنتي في الرسمه ب 100 سنتي على الحقيقه. تمام. فاظبط ده ازاي؟ اظبط ده ازاي عشان اجيبه اعرفه؟ خلينا كده نخرج من هنا بدبل كليك لبره، بدخل البلان الاصليه بتاعتي، وبعد ما بدخلها بشوف الطول والعرض بتاع البلان ده وده، بشوف انا واحد فيهم الكبير. تمام. الكبير اجيب الطول بتاعه،
ده الكبير فيهم اقيس طول. طلع كام؟ 62. وادخل على اللي اوت بتاعتي، اقيس الطول اللي انا عايزه اظهر فيه، نفس الطول اللي انا عايزه اظهر فيه ده، لقيته كام؟ 80. حلو. فانا دلوقتي اللي هعمله، على افتح الكالكوليتر كده وهقسم الطول اللي انا عايزه اظهره على الطول اللي انا عايزه اظهر عليه، يعني 62 على 80 طلع لي كام؟ 77%. تمام. طيب يبقى كده السكيل بتاعي المفروض على حسب كده يظهر لي في 1 إلى 77، بس أنا عشان تبقى الموضوع سهل أكتر خليها حاجة ستاندر، يعني مثلا إيه 50 50، خلي السكيل 50 100 200. فأنا هقرب ال 77 دي لأقرب حاجة ستاندر اللي هي هتبقى كام؟ بالزيادة، بالزيادة طبعا هتبقى 100. يبقى أنا كده السكيل اللي أنا هعمله أو اللي أنا محتاجاه 1 إلى 100. حلو كده؟ طب أعمله بقى إزاي؟ هدخل أول حاجة جوه البورت بتاعي. تمام؟ دخلت جواه، أنا ما كبرتش عشان نشوف. أدخل جواه دبل كليك، هلاقي تحت هنا، هنا أرقام كده وده السكيل، هضغط عليها وأعمل كاستم، وبعدين أختار آد، وأختار 1 إلى السكيل اللي أنا عايزاه، 1 إلى 100، وهو على الرسمة بواحد وفي الطبيعة بـ100، وأعمل أوكي وأوكي. وبعد كده ادخل على نفس السكيل تاني واختار بقى اللي انا كنت لسه عاملاه دلوقتي. اهو بص كده لما اخترته جاب لي ايه؟ هو ده بالظبط اللي انا هطبعه، بس هظبط بس مكانه كده في النص، انا مش هزوم، مش هعمل اي زوم خالص عشان السكيل بتاعي ما يبص. ظبطته، اعمل بقى دبل كليك بره عشان ايه؟ تظبط معايا. انا دلوقتي عملت اللوحه بتاعتي تو سكيل، ناقص لي ان انا اظبط بقى اوامر الطباعه من بلوت من هنا. تمام. هختار ان انا اعمل كونتينيو للسينجل شيت ده، وكده كده هو مختار لي البي دي اف، هو مختار لي اللوحه اللي انا عايزه استخدمها، وهو عامل لي ومختار لي هنا اللي اوت، مختار السكيل واحد الى واحد اللي انا كنت ظبطاه قبل كده. تمام. هدخل بقى عشان اشوف عند البين اساينمنت عشان اشوف الالوان، فانا هختار ان انا عايزه اطبعها مونوكروم ابيض واسود، وادخل على الاعدادات بتاعت الابيض واسود. تمام. انا دلوقتي عايزه عشان الالوان كلها تبقى عندي مظبوطه، هختار الالوان دي كلها واخليها اسود. تمام. فانا هقف على اول لون حددته كده، وانزل لتحت خالص كده واعمل شيفت واقف على اخر لون. تمام. واعملها كلها بلاك. تمام. واختار الويت بتاعها اللي هو يا اما بيكون 25% يا اما 2 من 10. تمام. ده او ده. واختار السكريننج بتاعتها كلها خليها مثلا 100. حلو. بس انا هاجي عند اللي هم بتوع المعماري نفسهم، المعماري احددهم واخليهم 60 عشان يبقى لونهم خافت شويه عن الشغل بتاعي، فايه فهتبقى ظابطه معايا. اخد دول كده اخليهم 60 برضو عشان ايه احدد اللونين مع بعض، بضغط على واحد واعمل شيفت واقف على التاني خليها 60، واعمل ايه سيف وكلوز. تمام. واعمل له بريفيو عشان اشوف الشغل بتاعي اهو. تمام. عندي بس مثلا الكتابة دي لونها ظاهر شوية، وده وال التري ظهر برضو شوية، ممكن ارجع تاني اعمل سكيب وارجع تاني للالوان للبين اساينمنت، واجيب التري كان لونه سيان مثلا اخليه بدل ما هو 100 اخليه مثلا 60، والكتابة كانت باللون ده اخليها بدل ما هي 100 اخليها 60، واعمل سيف وكلوز واعمل بريفيو تاني، الاقي ان اللون ايه بصوا خف معايا ازاي، بقى افضل شوية. تمام كده. انا كده بعد ما بعمل اللي اوت دي اعمل لها المفروض اوكي عشان تطبع، بس انا دلوقتي قبل ما اعمل اوكي واطبعها انا محتاجه اظبط فيها بقى كذا حاجه. ايه هما كذا حاجه دول؟ اول حاجه هنا ده الكي بلان ده مالكش دعوه بيه. تمام. هنا لو في اي نوت انت عايز توضحها للاستشاري، مستخدم مثلا ابعاد بالمتر، الماسوره، ما اعرفش ايه، ايا كانت النوت اللي انت محتاج توضحها حطها مثلا للاستشاري في الجزء ده.
اللي اوت دي كانت معموله للديزاين، تمام؟ فعشان كده الكلام المكتوب عليها خاص بالتندر ستيج وكلام من ده. فانا دلوقتي محتاجه اغير ده، ايه ده الريفيجن نمبر. انا دلوقتي لو انا هقدم اللوحه بتاعه الاناره، فانا عملت لها، لو تفتكروا انت عملت التاسك الاولاني كان عندي ايه، زيرو، صح؟ ريفيجن زيرو. وكان وبعد كده هتقدموها مره تانية مع الـ مع الداتا والتليفون، فعندي ريفيجن 1 كمان، والاثنين دول مش معايا، صح؟ تمام. فهنا بقى في الديسكريبشن هعمل ان هي برضو دي لوحة الشوب دروينج بتاع الإنارة، ودي لوحة الشوب دروينج بتاع الإنارة، تمام. وهنا الديت، الميعاد اللي انا سلمت فيه اللوحة الأولانية، والميعاد اللي بسلم فيه اللوحة التانية، تمام كده. وبعدين نشوف الكلينت او اللي هو المالك، تمام. فانا اجيبه منين؟ اجيبه من المؤسسة نفسها. بص، المالك هو مين؟ كان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لازم اجيب اللوجو بتاعه، اخده كنترول سي كده، كنترول سي ماشي، واروح عندي في اللي اوت واحطه كنترول في. هو بيقول لي حدد لي بقى فين، انا حطيته هنا اهو، تمام. اخد مثلا الكتابة دي عشان اكتب، ممكن اكتب الاسم هنا اهو، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حلو كده. طيب بيقول لي بقى ايه، المدير. فانت شيل ده، شيل دي اصلا، حط مكانها مين؟ الكونتراكتور، المقاول. مين المقاول؟ دار الكهرباء، صح؟ خد ده مثلا، احطها دي كده هنا، واكتب ايه، دار الكهرباء فور الكتريكال سبلايز اند كونتراكت، تمام كده. واحط اللوجو بتاع دار الكهرباء، شوف اللوجو فين اهو، مثلا اهو معايا، حطه في اللي اوت. بيقول لي حددي مكانه اهو، احط النقطة من اول هنا كده كده اهو، تمام كده. وبعدين لا سيبك من ده عشان هو مش تصميم خاص، هو شوب دروينج. بعد كده بيقول لي الاستشاري، مين الاستشاري؟ هلاقي برضو موجود في المقايسة عندي، اللي هو نزل تحت كده، هو ده الصورة بتاعته، صندوق الاستشارات والدراسات، اطلب ده كوبي كنترول بي احطها هنا، تمام. اخد الاسم ده مثلا عشان اعدل عليه، كمل الاسم احنا بقى، تمام. البروجكت تايتل، اسم المشروع، اسمه برضو من المقايسة نفسها، اسم المشروع كان فين اهو، نموذج نمطي، نموذج نمطي لمبنى الأعمال الإنسانية ومعرفش ايه، فنكتبه. وبعد كده عندي ده اسم اللوحة، انت مثلا شغال في الرسمة بتاعت ايه، لايتنج دروينج سكند فلور، صح كده. وهنا احدد فيها، وهنا محدد لي السايز اهو، وبحدد فيها التاريخ برضه، تمام كده. ودي كل الحاجات اللي المفروض اوضحها في البلان بتاعتي. وبعد كده بقى ببدأ اعمل لها طباعة.
اختار ان هي مونوكروم، واختار البين اساينمنت زي ما انا كنت مختارها قبل كده كلها، تمام، واعمل لها سيف كده. وبعد ما بعمل لها سيف اعمل لها اوكي، فبيجي يقول لي تختاري تحفظيها فين. فانا مثلا بختار الديسك توب، تمام، واعمل سيف. بصوا نصغرها شوية عشان نشوف، هتبقى ظهرالي البلان بتاعتي كلها اهي، بالحاجات اللي انا ضفتها هنا اهي، تمام، بالتعديلات اللي انا عملتها، بشكل البي دي اف نفسه، تمام كده. ان شاء الله ده كل اللي مطلوب منكم.